من الواضح انه في منطقتين اليوم بالدولة اللبنانية، في منطق بيعتبر انه كل النصوص هي أداة مطوعة ليحقق اهدافه ومصالحه الخاصة والسياسية، وهذا يلي عم نشوفه بالممارسة من خاصة في تحقيق انفجار أربعة او بكل المتابعات، وهلا اعتمدته كمان المصارف، لانه في ناس بعقل ميليشياوي في هذه الدولة عم تستغل هذه النصوص عمدا لضرب العدالة في الدولة اللبنانية، ولاستغلال كل فجوة ممكن يلاقوها داخل النص لتعطيل إمكانية المحاسبة، إن كان بالجرائم المالية أو بالجرائم البشرية أو حتى بالجرائم ضد الإنسانية اللي ارتكبت في لبنان. اليوم هيدا العمل والنصوص بالمادتين مع التعديل بيسكروا هذه الفجوة اللي عم يستغلوها هذا المنطق الميليشياوي لتعطيل الدولة، والتعطيل ما عم بيكون بس تعطيل لإجراء قضائي أو لمحاكمات، هذا نفس المنطق عم بيكون هو تعطيلي لعملية انتخاب الرئيس، وهو نفس المنطق يلي عم بيوقف كل عملية الحلول الاقتصادية والمالية بصندوق النقد. واليوم كل هذه المسائل تتطلب منا نحن خطوات جدية كناس عم تدافع عن الدولة وسيادتها وعن القانون وقدرة العيش لكل المواطنين ضمن الدستور حافظين لحقوق. نحن النص اللي عم نوقعه ليس فقط نص لتعديل مادتين ولنسكر فجوة بتسمح بتفعيل المحاسبة القضائية في لبنان، نحن عم نعمل جزء من مسار ملتزمين فيه بإعادة حماية هذه الدولة وبسط سلطتها بالكامل بعيدا عن قدرة المنطق الميليشياوي من تعطيل هذا النظام ماليا سياسيا وقضائيا. فهيدا بيتطلب وقفة مش بس من المواقعين التسعة، بس كمان يتطلب من كل الكتل النيابية الموجودة الأخرى بالمجلس يلي بدها تقضي على المنطق الميليشياوي المتحكم بتعطيل كل شيء في الدولة، مش بس محاكمة على ملف عبر الاعتراض على تقديم شكوى على الدولة. اليوم هذا منطق حاكم نحن عم نتصدى له بأكثر من مناسبة، وهيدي وحدة منهم بهذا المجال. وبالتالي بتوجه لكل الزملاء النواب لأنهم نعمل فصل كامل بين منطق التعطيل السياسي القضائي المالي يلي عم بيتم استغلاله بأوقح الأشكال من المتهمين بحد ذاتهم، وعم المتهمين إن كانوا بعملية الانفجار خاصة اللي إلهم موقفين التحقيق أكثر من سنة، وبنفس الوقت عن المتهمين يلي هن المؤسسات المالية المصرفية المسؤولة عن الوضع الاقتصادي المنهار اللي وصلنا له اليوم. فاليوم نحن بحاجة لهذا التعديل بالنص، والوقوف إلى جانب هذا التعديل هو دلالة على الوقوف لصالح العدالة ومبدأ المحاسبة وحماية القيم الموجودة بمقدمة الدستور وحماية المواطنين. من دون هذه التعديلات وبالأعمال الأخرى يلي عم نعملها، مسار التعطيل لازم يوقف على أكثر من صعيد، وهذا النص اللي تقدمنا فيه أو رح نتقدم فيه مباشرة هو نص يوقف التعطيل بأحد الأبعاد القضائية. وشكرا.